اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والإنجيل والزبور ورب الذل والخرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المكرمين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حي قبل كل حي ويا حي بعد كل حي ويا حي حين لا حي ويا محيي الموتى ومميت الأحياء يا اللهم بلغ مولانا الإمام الحادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سحلها وجبلها وبرحها وبحرها وإخواني وإخواتي من السلوات جنة عرش الله ومداد قلماته وما أحساه المح وحات به كتابه اللهم إني أجدد له في سبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي أهدا وأقدا وبعية له في عنك لا أحول عنه ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأوانه والغابين عنه والعام صارئين إليه في
قضاء حوائجه والمتمثلين ليوم رحي والمحامين أنحوا والصابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مكزيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا أكناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والأباد اللهم أرزني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وأكحل وناظر من بنظرة مني إليه وأجل فرجه وسحل محرجه وأوسع من حجه والسلك بي محجته وانفذ أمره واشدد أمره وأمر اللهم به بلادك وأخي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق زهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فانزره اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزكه ويحق الحق ويحققه وأجله اللهم محفظا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد حول سرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمد صلى الله عليه وآله بروعيته ومن تبعه على دعوته ورحم استقانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه العمة
تأتي بحزور حين وأجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل. عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء عليه السلام، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا وارث الله وابن ساره والوتر المعتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونحيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتيك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك، فرضيت به يا مولاي أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخات والأزحام المتحرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلحمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائمي الدين أرى أركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرازي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أنك العائمة من ولدك كلمات التقوى وأعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل المدينة، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع
عيديني وحواتمي عملي وقلبي لقلبكم سلما وأمري لأمركم متبعا صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاحنكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حزح الساج وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها تبيلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام